بالمناسبة خليني أسألك، بما أنك لعبت أهلي ولعبت منتخب مصر والمنتخب عنده ماتش مهم جدا قدام السنغال، شايف إزاي فرص منتخب المصري في تجاوز السنغال والوصول لكأس العالم؟ والله هو ماتش صعب، يعني انا شايف ان احنا يعني ماتشين هيبقوا صعب علينا جدا، لكن وهي على فكره بانت من النهائي ان احنا بنلعب فرقه محترمه قوي، فرقه منظمه قوي، فرقه عندها ثبات انفعالي مش طبيعي. حتى يمكن في لقطتين كده انا مش بقدر انساهم والله يا استاذ احمد، لقطه شريف وهو خارج وهو بيعيط واللعيبه اتلمت حواليه، ولقطه مانيه بعد ما ضيع ضربه الجزاء وان هو ولا اكنه ضيع ضربه جزاء، يعني مصمم ان يكسب. ففرقه السنغال لا، فرقه تقيله، فرقه منظمه. كارلوس كيروش قادر على قياده مصر او الوصول بمصر لكاس العالم من وجهه نظرك؟ دي بترجع لتوفيق ربنا ثم حاله لعيبتنا، لان احنا اللعيبه عندنا بقت مجهده، يعني اللعيبه عندنا مجهده بشكل مش طبيعي طبعا. اولا يعني ده بقى عضلي وذهني. انت شكلك مش متفائل. والله مش موضوع متفائل، والله يا استاذ احمد ماتشين يخدوا. أيوة. يعني ماتشين يخدوا، اصل انت ماتشين هيوصلك حلم تاني خالص. احنا قلنا الحمد لله الاهلي تالت عالم، بنشارك في افريقيا، الزمالك فاجئنا بالخروج، الاهلي ماتشين خساره ورا بعض، ضغوط، في ضغوط على الكره، على اللعيبه الفتره دي، لكن وانت هتلاعب فرقه مستاهله. فهقول لك متفائل هضحك عليك، لكن توفيق ربنا وحاله لعيبتك في المباراه. بس نقدر، لا نقدر. نقدر ان شاء الله، بس لازم ان شاء الله من هنا. طيب والاهلي في دوري الابطال؟ لا ان شاء الله هنعدي وهنفوز الماتشين ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله.